على بركة الله. وهذا الفيديو غادي يكون هو الجزء الأول من السلسلة رقم واحد من الأسئلة الخاصة بالامتحان. سؤال رقم واحد: ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات كيكون بزاف ملي كيكون المحرك بارد؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. دائما إذا كان الموتور بارد راه كيدير الدخان في الصباح، ملي كيكون المحرك باقي بارد كيدير الدخان، كيدير الدخان بيض. ملي كيسخن المحرك ما كيبقاش يدير الدخان. إذن ثاني أكسيد الكربون اللي هو الدخان، واش كيكون بزاف ملي كيكون المحرك الموتور باقي بارد؟ نعم. إذن سؤال رقم جوج: قبل ما ناخذ هذا المنعرج يمكن لي نتخطى الخط المتصل؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. نقص السرعة؟ نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة. قبل ما ندخل لهذا المنعرج يمكن لي نتخطى الخط المتصل؟ لا، خط متصل ممنوع لي نتخطاه بصفة نهائية إلا في حالة استعجالية، إلا كان شي واحد عنده شي عطاب في الطريق، ولا الا عندك اشغال قدامك. هادو هما الحالات فاش كنتخطى الخط المتصل. ونقص السرعه؟ نعم، اي منعرج خاصك تنقص السرعه. اذا الجواب الصحيح هو جوج ثلاثة. سؤال رقم ثلاثة: هاد المكان اللي بالصفر توقف مسموح للجميع؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. هذا المكان اللي بالصفر واش التوقف مسموح للجميع؟ لا، هذا المكان خاص بالناس المعاقين. إذن نوقف في هذا المكان؟ لا، هذا المكان ما نوقف فيه، ما نتوقف فيه حين خاص بالناس المعاقين. إذن الجواب الصحيح هو رقم جوج. سؤال رقم ربعة: إذا كملت السير القدام غنمشي في طريق سيار؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. إذا كملت السير القدام غنمشي في طريق سيار؟ نعم، القدام هذه هي الدخلة ديال لوطوروت، الطريق اللي قدام. هاد الإشارة كتقول لي أن هذه هي الدخلة ديال طريق سيار. طريق سيار هي لوطوروت، ونهاية طريق السيار هي هذه نهاية طريق السيار، هذه بداية طريق السيار، وهذه نهاية طريق السيار. وطريق السيار محدد فيها السرعة في 120، وأقل سرعة هي 60. وطريق السيار ممنوع فيها الوقوف والتوقف والرجوع للخلف ونصف دورة. إذن نبقاو في السؤال ديالنا: إذا كملت السير القدام غنمشي في طريق سيار؟ نعم، الجواب صحيح هو رقم واحد. السؤال رقم خمسة: الذبذبات اللي في المقود كتكون ناتجة على توازن سيء للعجلات؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. الذبذبات اللي في المقود، الفولا ديالي المقود هو هاد الفولا كيكون فيها واحد الفيبرور، كتكون الفولا كتفيبري. اشنو هو السبب ديالها؟ هو توازن سيء العجلات، البنوات ديالي ما موازنينش مزيان، خاصني نمشي على التقني باش كيريق ليا العبار ديال البنوات. اذا الجواب صحيح هو رقم واحد، السبب هو توازن سيء العجلات. سؤال رقم ستة: يمكن لي نمشي بلا ضواو؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج.
يمكن لي نمشي بلا ضواو؟ لا، ضروري من الضوء، واخا حتى المدينه مضويه ضروري من الضوء. والاضواء اللي يمكن لي نمشعل في المدينه هما اضواء الوضع او التقابل، اضواء الوضع او التقابل اذا كانت المدينه مضويه، ولا كانت المدينه فيها الشتاء، ولا كان الظلام، ولا الثلج، ولا الضباب، كيحيي الضوء الوضع، كيولي ضوء التقابل، كيولي ضوء التقابل. ولا كان الجو عادي وبالليل وكاين الضوء، كنشعل اضواء الوضع او التقابل. اذا الجواب صحيح هو رقم 2. السؤال رقم 7، اثناء السير يمكن لشخص بالغ ياخذ الوقت قصير، طفل في الاحضان ديالو؟ نعم، الاجابه 1، لا، الاجابه 2. واش اثناء السير يمكن لواحد بالغ ياخذ يشد الدري الصغير قدامه؟ لا، دائما الطفل كنديرو في الخلف، المقاعد الخلفيه ومقعد خاص به. الاطفال اللي عندهم قل من 10 سنوات كنديروهم في المقاعد الخلفيه. اذا الجواب الصحيح هو رقم 2. سؤال رقم 8، على بعد 150 متر غنوجد قنطره؟ الاجابه 1، اشغال، الاجابه 2، ضواو، ثلاثيه الالوان، الاجابه 3. هنا على بعد 150 متر غادي نلقى ضواو ثلاثيه الالوان، هنا كنلقى ضوء اوتوماتيك، ضوء خضر صفر احمر، اذا هنا كنلقى ضواو ثلاثيه الالوان. الجواب الصحيح هو رقم 3. سؤال رقم 9، هذه العربه ذات اولويه؟ نعم، الاجابه 1، لا، الاجابه 2. ننحاز اليمين باش نسمح لها بالمرور؟ نعم، الاجابه 3، لا، الاجابه 4. هاد العربة ذات أولوية؟ نعم، عندك هنا لومبيلونس، لومبيلونس في حالة استعجالية، مني كتكون لومبيلونس مخدمة الضواو راه هي اللي عندها حق الأسبقية. إذن هاد العربة ذات أولوية؟ نعم. والنحاز اليمين باش نسمح لها بالمرور؟ نعم، هي جاية متجاوزة خاصني نخرج اليمين باش دوز هي الأولى. إذن الجواب صحيح هو 1، 3. سؤال رقم 10، سائق السيارة قام بزيادة في السرعة ديالو حتى 100 كيلومتر في الساعة، ارتكب مخالفة؟ نعم، الإجابة 1، لا، الإجابة 2. نكمل التجاوز؟ نعم، الإجابة 3، لا، الإجابة 4. سائق السيارة هذا بغيت نتجاوزه وزاد في السرعة ديالو حتى 100، كثيرة، دار مخالفة؟ نعم، كثيرة دار مخالفة، خاصو ما يزيدش كاع السرعة. ونكمل التجاوز؟ لا، هنا عندي طريق عادية، إلا هو ولا غادي ب 100 وضوبلته أنا غادي نضوبلو ب 110 ولا 120، حتى أنا غادي ندير مخالفة. إذا هنا نكمل التجاوز؟ لا، هو دار مخالفة، نعم، حين زاد السرعة خاصو يحافظ على نفس السرعة. ونكمل التجاوز؟ لا، إذا الجواب صحيح هو 1، 4. سؤال رقم 11، التشوير الطرقي كيشير على اني غناخذ طريق السيار المؤدية ليوسفية؟ نعم، الإجابة 1، لا، الإجابة 2. واش التشوير الطرقي كيشير على اني غناخذ طريق السيار المؤدية ليوسفية؟ لا، طريق ليوسفية طريق عادية حيت السهم رقيق، الا كان السهم رقيق راه طريق عادية، اذا طريق اليوسفيه غادي نخرج من طريق السيار. اذا الجواب صحيح هو رقم 2، واش غناخذ طريق السيار؟ لا، غادي نخرج من طريق السيار، الجواب صحيح هو رقم 2. سؤال رقم 12، نزيد من السرعه؟ الاجابه 1، ندوز مع التخفيض من السرعه؟ الاجابه 2، نوقف؟ الاجابه 3. في هذه الحالة عندي الضوء صفر
اش كيتبع الضوء الصفر؟ كيتبعو الاحمر، اذا خاصني نوقف في هذه الحاله. الضوء الصفر كيتبعو الاحمر، خاصني نوقف. اذا الجواب الصحيح هو رقم 3. ولا كان الضوء الصفر كيشعل وكيطفى، اذا كان الضوء الصفر كيشعل وكيطفى، ديك الساعه الضوء ما خدامش، كنقص السرعه وندوز، نقص السرعه ونشوف اليمين ديالي وندوز. اذا في هذه الحاله الضوء الصفر كيتبعو الاحمر، خاصني نوقف.